يوجد عندنا سؤال من الأخ جامر من الدنمارك يسأل: هل يجوز أن يخبر المسلم عن مجرم وهذا المجرم مسلم لو أخبر السلطات، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز إذا كان مجرما، سواء كان قاتلا أو سارقا أو لصا مؤذيا للناس، فيجوز له التعاون مع السلطات التي تؤدبه وتردعه عن الاعتداء. فالاعتداء مذموم مطلقا سواء كان من مسلم أو غير مسلم، وكل من اعتدى وسرق أو زنى أو قام بجريمة من هذه الجرائم فإن الأصل أن يمسك على يده لئلا تغرق السفينة بمن فيها جميعا. فقد صح في صحيح البخاري من حديث نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، مثل القائم على حدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نودي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والظلم ممنوع مطلقا في جميع الشرائع، ولا يمكن أن يقر بحال من الأحوال، وقد حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله أثنى على نفسه بأنه لا يظلم. قال: وما ربك بظلام للعبيد؟ قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شيخنا الأخ فالظلم قبيح. جامر ربما عبر ب لا يسلم المسلم المسلم، يشير إن لا المسلم لا يسلم أخاه. لا يسلمه لعدوه في الدين. فنعم، من حقوق المسلم على أخيه أنه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومحل ذلك عندما يكون معتدا عليه في دينه. أما إذا كان هو معتديا فلا بد من الأخذ على يديه ومنعه من ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه، فإن ذلك نصره.